نعم، اتخذ هذه الخطوة وقال أن أي فصيل يطلق النار هو يعتبر في مواجهة الدولة، وهذا كلام واضح جدا من رئيس الوزراء بأنه جعل كل الذين يطلقون الصواريخ أو الذين حقيقة يهددون الاستقرار في العراق هم خارجون عن قانون الدولة أو عن القانون بشكل واضح. يعني هذا الكلام كان واضح من رئيس الوزراء. ثم بعد ذلك يعني هناك نقطة مهمة جدا، هناك أيضا رسائل ماذا عن أرسلت التطبيق إلى أستاذ واشنطن. علاء؟ نعم، ماذا عن التطبيق؟ لا التطبيق حقيقة يعني أنت تعلم أن الحكومة العراقية جادة في هذه المسألة، لكن التطبيق ربما يكون صعبا جدا لأنه الوضع العراقي هو ليس وضعا يعني مثاليا، هذه بالدرجة الأولى. ثم أن الموقف العراقي هو ليس موقفا موحدا، لا لا، لكن السيد رئيس الوزراء يريد أن يمسك حقيقة بزمام الأمور بشكل أو بآخر. يعني الاستعدادات هي جارية، حتى هناك يعني الآن كلام واضح جدا ورسائل واضحة جدا للفصائل بأنها تجنب العراق هذه المعركة وهذا الدخول كان واضح. حتى هناك رسالة للولايات المتحدة حملها المندوب العراقي إلى واشنطن بين بها بأن العراق لا يريد الدخول بهذه الحرب. ثم بعد ذلك يعني حمل واشنطن ايضا مسؤوليه الحفاظ طبق يعني المعاهده الاتفاق الاستراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحده، وهناك بند يقول في هذه المعاهده ان يعني الولايات المتحده تتحمل الدفاع عن العراق فيما اذا حدث اي هجوم عليه او اعتداء عليه من اي طرف كان. هذه الامور كانت واضحه جدا يعني منذ البدايه. يعني مع تصاعد المواقف ربما والتهديدات الذي تأخذ ربما منحا جديا من قبل إسرائيل باستهداف مواقع داخل العراق، تحدثت بعض المصادر عن أن إسرائيل تعتزم استهداف ليس فقط فصائل ومعسكرات بل بنى تحتية. هذه المعطيات هل تعتقد أنها قد تؤثر ربما بقرار الفصائل التي تستثمر أراضي العراق في استهداف إسرائيل بالتوقف ربما أو محاولة إبعاد العراق عن هذا الخطر؟ يعني أنا لا أخفيك هناك حقيقة يعني مباحثات جادة وهناك خطوات جادة من قبل الحكومة ومن قبل كثير حقيقة من الفصائل كذلك في والدخول بحوار في إيقاف مثل هذه العمليات وتجنيب الإرهاب. يعني هذه ربما المباحثات لم تخرج للعلن ولكنها فعلا موجودة، وهناك ضغط كبير جدا على الفصائل بأنه لا تزج العراق في هذه المعمعة في هذا الوقت الراهن، لانه هذا الموقف يعتبر موقفا مهما او وضعا. يعني الوضع العراقي كما يعلم الجميع هو وضع هش، فلذلك لا يمكن حقيقه المجازفه بهذا الوضع، والعراق لا يمتلك تلك الامكانات التي يمكن ان تكون امكانات رادعه لاي اعتداء سواء كان يعني من قبل الولايات من قبل حقيقه يعني الكيان الصهيوني او اي جهه اخرى. لذلك يعني أنا أعتقد بشكل أو بآخر أنها ستتوقف، ربما سيكون للدور الأمريكي يعني دور فاعل أو خطوات فاعلة مهمة جدا في إيقاف مثل هذه التداعيات.